كشف الحوار الاستراتيجي الأول الذي عقدته حكومتا دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن أواخر الشهر الماضي، كشف عن زيادة التوافق والتلاقي في الرؤى الاستراتيجية بين البلدين، وأكد مجددا على الحاجة للبقاء كحليفين وصديقين مقربين سواء على صعيد التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. على مستوى النتائج، فإن هذا الحوار عزز من الشراكة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقواها في مواجهة التحديات في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والتعاون الاقتصادي، سيما وأنه توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها الإعلان المشترك لإقامة الحوار الاستراتيجي والإعلان المشترك للتعاون الأمني ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الإتجار بالبشر. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أكد أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة هو تتويج وتأكيد على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. هناك عدة اتفاقيات تمت مع الأصدقاء في أمريكا في مجال التعاون العسكري، ومنها اتفاقية الدفاع المشترك. فكان اجتماعنا للحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري هو تتويج وتأكيد على اتفاقية الدفاع المشترك واتفاقية الانتشار الموجودة بين الجانبين. على هامش مؤتمر الحوار الاستراتيجي، عقد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في نيويورك، وأهمهم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث أطلعهم على كافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وأثرها على حقوق الإنسان. فضلا عن ذلك، فإن المؤتمر كان فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهمة مع مراكز البحوث والدراسات الأمريكية المهتمة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوضيح الرؤية بشأن ما يجري فيها وإزالة التشويش الحاصل بسبب الحملات الدعائية التي قادتها ومولتها دول الحصار من أجل شيطنة دولة قطر. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أكد أن مؤتمر الحوار جمع كافة أوجه الشراكة في منصة واحدة، وكان تتويجا لعلاقات قديمة، وأن ما تحقق من نتائج مثمرة يعكس قوة الشراكة القائمة بين البلدين. ما تحقق في من هذا الحوار بشكل عام في مجالات الأمن والدفاع والمجالات السياسية هو بيان واضح وموقف واضح من الولايات المتحدة أن دولة قطر شريك قوي في مكافحة الإرهاب، دولة قطر شريك قوي في مجال الدفاع للولايات المتحدة، وشريك اقتصادي قوي. وهذا فيه رد على كافة الادعاءات التي تدعي أن دولة قطر دولة تدعم الإرهاب من قبل الدول المحاصرة. أما دول الحصار فإنها وللتغطية على نجاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي سارعت إلى اتهام قطر بتقديم إغراءات مالية لواشنطن وعرض التوسع في مشاريع عسكرية أمريكية على أراضيها للتمتع بمظلة حمائية أمريكية، وروجت هذه الأكاذيب عبر وسائل إعلامها. إلا أن مجلة أتلانتيك الأمريكية نشرت تقريرا تحدثت فيه عن نتائج الحوار، مشيرة إلى أن انطلاقه لم يكن يوما جيدا للدول التي فرضت حصارا على دولة قطر في الصيف الماضي. وأضافت الصحيفة أنه بينما كانت دول الحصار تحاول إقناع العالم بدعم قطر المزعوم للجماعات الإرهابية وتدخلها في شؤونها الداخلية، وجدت كبار المسؤولين القطريين في حوار استراتيجي مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين.